قضايا لا ينجو منها مسلم معاصر، وهو ما يسمى
يسميه الفقهاء ما عمت به البلوى، ونأخذه على مائدة الفقه الإسلامي في خطبة الجمعة، نتدرب على النظر في الأمور وتحليل القضايا والخروج بالأحكام التي ترضي الله عز وجل. الخطبة الأولى لمسنا فيها موضوع القوامة في الأسرة وحدود مسؤولية الرجل في إجبار المرأة التي يتولى أمرها إن كانت ابنة أو زوجة أو أختا أو غير ذلك، في أن يأمرها بالعفاف والفضيلة وأن تستر جسدها وأن تتمسك بالحجاب الشرعي. واليوم إخوة الإسلام ننتقل إلى موضوع اقتصادي خطير، يعني الخطب مثل ما بيكتبوا في المجلات من كل بستان زهرة، ناخذ موضوع في السياسة، موضوع في الاقتصاد، في التربية، ونحلله في أثناء وجودنا في خطبة الجمعة. موضوع الربا وتساهل الأمة الإسلامية في التعامل معه. يقول المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح من الأحاديث: لا يأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه منه غبار أو أصابه من غباره. العصر الذي نعيش فيه عندما جاءت بريطانيا وفرنسا إلى بلادنا وأزاحوا الشريعة وفرضوا النظام الاقتصادي الرأسمالي، وأصبح أفراد الأمة الإسلامية يكتسبون من الربا ويملؤون بطونهم ويطعمون أبناءهم، وتبدأ الظاهرة الغريبة في هذا العصر اللي بيقول لك ذمته بتوسع الجمل، الذم اللي عنده مثل المطاط مثل الأستك، تراه إذا جاء في الوضوء يحنتف ويمنتف ويدقق، والمي وصلت للمرافق أسبغ الوضوء أعوذ بالله، ثم يخرج إلى البنك فيأكل الربا أضعافا مضاعفة بلا ورع ولا خوف من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل درهما من ربا فهو مثل 33 زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. فقه الصحابة الكرام تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام هو فقه الحلال والحرام والخوف من الله وتقوى الله في كل كبيرة وصغيرة. والأمة الإسلامية اليوم تتساهل أفراداً، علماء، مفتون، حكومات، أنظمة، أصبحت هذه الفوضى العامة والغبار القذر النتن من الربا يدخل في كل بيت مسلم، وآن الأوان أن نخرج من هذه المتاهة. أقول لك المشايخ بتفتي. سوف أضرب مثالاً يا إخوة للفتاوى التي تجري على ألسنة الناس: ألا يكفيننا أننا في غربة؟ وألا يكفي أن المثل العامي في كل بلد جئنا منها الغربة كربة؟ نجمع على أنفسنا بعد هم الاغتراب مصيبة الوقوع في المعاصي والتجرؤ على الكبائر والعياذ بالله. وقبل أن أنتقل إلى موضوع الربا إخواني في الإسلام، أريد أن أبين لكم أمثلة واقعية عند القوم المنحرفين وإصرارهم على تحقيق مصالحهم وتمسكهم بباطلهم، بينما نرى المسلم اليوم ضعيفا متذبذبا مترددا يميل مع النسيم ويتنازل ويتراجع ويقطع ويبحث عن أوهى الفتاوى والمبررات. واحد بيقول لك أنا مضرور، أنا أخذت ربا قرض ربوي من الدندنسك بنك أو من البريفات بنك أو من اليوني بنك، تقول له ليه؟ يقول لك يا أخي أنا موظف أجير،
أأبقى طول عمري أجيراً يتحكم في صاحب العمل؟ أريد رأس مال أبدأ به مشروعاً وأستغني عن الناس. جميل، كلام عظيم، أن يصبح المسلم طموحاً يقتحم ويتقدم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. هذا جميل، ولكن الهدف المشروع لا بد أن يتم عن الطريق المشروع. هل إذا أراد المسلم أن يستقل اقتصاديا وأن يبدأ البزنس والتجارة والأعمال، أهذا مبرر يبيح له أن يلغ في الربا وأن يعب من العفن وأن يحارب دين الله وأن يأكل من الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى؟ وحتى نقول لك إيه، أنا تركت أمي ضعيفة كبيرة السن، عجوز، في بلدي، في بنغلاديش، باكستان، تركيا، في لبنان، في مصر، في المغرب، وأنت تعرف أريد أن أشتري لها شقة، ولا يمكنني ذلك إلا إذا اقترضت بالقرض الربوي من البنك. أليست هذه ضرورة يبيحها الشرع الإسلامي؟ لا يا أخي، ليست هذه ضرورة، ولا يبيح الشرع أبدا أن تطعم أمك من حرام، وأن يكون بر الوالدين في الإسلام أن تقابل المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان، أن أمك وهي تسير إلى قبرها لتلاقي ربها سبحانه وتعالى أن تطعمها من حرام، وأن تسكنها في حرام، وأن تكسوها من حرام، وأن تحقق لها كافة الأمور من الحرام. اسمعوا ما يقوله الرب سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع هذا الشيء، وحرم الربا هذه قضية أخرى، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إخواني في مسجد التوبة، الربا ليست صغيرة من الصغائر. في أصول الفتوى موضوعنا اليوم مراجعة إلى عقول العلماء والمفتين وقواعدهم في التعامل مع القضايا. عندما تكون طبيبا وعندك عيادة، عندما تكون شرطيا للمرور وترى سيارة مخالفة للإجراءات والتعليمات، كيف تتعامل معها؟ لو رأيت رجلا يقود سيارة بدون فرامل، بمصة، مكبح، توقفها، أترضى له أن يقودها لكي يهلك نفسه ويقتل المرء في الطريق؟ قد تكون السيارة مخدوشة، فيها بعض الصدأ، فتتجاوز له عن ذلك الأمور، فتلك الأمور من الصغائر. وأما فشرطة المرور لا تسمح أبدا لرجل أن يقود سيارة لا يستطيع أن يتحكم فيها وأن يوجه دفتها فيقتل نفسه ويقتل غيره. وكذلك الطبيب، قد يذهب إليه المريض وعنده شوية سخونة، عنده شوية مغص وتعب في المعدة، فيعطيه مهدئا ومسكنا وبعض الفيتامينات. وقد يأتي المريض وعنده سرطان، فإذا أخل الطبيب بواجبه وتقاعس المفتي عن تحذير الأمة التي ترفع يدها إلى السماء وتدعو الله، فإذا بأبواب السماء مغلقة لا يستجيب الله دعاء، كما قال الحديث. ثم ذكر أي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه للسماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟
صحابي يسأل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمني الدعاء المستجاب. قال له أطب مطعمك، كل من حلال تكن مستجاب الدعوة. فيا إخواني نرى عجبا في واقع الأمة الإسلامية اليوم، يحنتفون ويتنطعون ويتكلفون في طول الثياب، وهل جر الإزار خيلاء وكبر يدخل النار أو لا، وكم تكون طول اللحية وغير ذلك، ويقعون في أم الكبائر وأخبث الخبائث وهو الربا، دون أن تهتز لهم شعرة ودون أن يرمش لهم جفن، متأولين متطاولين متنازلين متساهلين. مرة إخوة أرجع إلى الواقع المعاصر وأهل الباطل وإصرارهم على الباطل، وكيف إحنا نتنازل، كيف إحنا نساوم، وكيف نحن نتعامل في أساسيات ديننا إلى اليوم. أمريكا إخوة الآن موضوع السرب، شايفين موضوع السرب؟ العراق وشعب العراق حاصروه. شوارزكوف يا إخوة، قائد نورمان، الجنرال ستورمي نورمان بيسموه نورمان شوارزكوف، قائد قوات الحلفاء في حرب الخليج في السنة الماضية، رجل من أنزل ما عرفت العسكرية في تاريخ البشر. رأى أمامه جيشاً، هو جيش صدام حسين المقهور المعذب، وترك الجيش الذي يحمل السلاح ويتحصن في الخنادق ويركب الدبابات، ذلك القائد النزل شوارزكو، والقيادة التي أرسلت، والملوك والرؤساء العرب الذين كانوا في خدمته يجتمع في نزالة منقطعة النظير، يضربون الشعب العراقي في الأعماق، يدمرون محطات الكهرباء وينسفون الجسور ويمحون المستشفيات من سطح الأرض ويحرقون الزروع ويتركون الجيش على الحدود لا يرضون أن يواجهوه، ثم يسمونه أكبر انتصار عسكري في هذا القرن. إخوة الإسلام، أمريكا تكيل بكيلين وتصر على باطلها، فمتى نصر نحن أهل الإسلام على حقنا ونلتزم بحدود الله ولا نتعداها؟ اليوم يا إخوة مشكلة السرب، المسلمون يذبحون، آخر التقارير ثلث الشعب البوسنوي، إحنا كنا نسميه باللغة العربية البوشناق، هؤلاء منطقة يوغوسلافيا يا إخوة خرجت عظماء القادة في التاريخ، ومنهم قطز رحمه الله الذي نصر بلاد المسلمين وأنزل الله عليه سبحانه وتعالى تأييده في موقعة عين جالوت المعروفة. فأمريكا يا إخوة تقول ماذا أستطيع أن أصنع؟ هذه الصرب ونحن لا نستطيع أن نتدخل. فبينما وجهوا 600,000 مقاتل إلى أرض الخليج يماطلون ويستغفلون ويخدعون الشعب المسلم والرأي العام العالمي، وترى الناس ذهابا وإيابا بالطائرات من أول وزير خارجية بريطانيا إلى مجلس الأمن في هلسنكي، مجلس الأمن الأوروبي، دون أن يخرجوا بعمل. لماذا؟ لأن ماما تريزا، الأم تريزا، والنسواننا يا جماعة، نسواننا اللي عائلهم في الطبيخ، الماما تريزا تقود الصليبية العالمية، امرأة تقطع الفيافي والقفار من أجل الباطل، ونساؤنا في البيوت بعقول سطحية وليس عندهم من العزيمة أن يرعوا أطفالهن في البيوت، فما بالكم اليوم أن نجد امرأة مسلمة تقف وتتحدى وتعلن كلمة التوحيد في كل مكان. الأم تريزا إخوة، هذه الراهبة المشهورة الكاثوليكية، هي من بلاد يوغوسلافيا، ومنذ عامين أرسلت إشارة إلى زعماء أوروبا لا تسمحوا بوجود دولة إسلامية في أوروبا، فإن زمن الإسلام قد ولى، وانصاعوا لرأي امرأة ونفذوا مأربهم، يشردون شعب البوسنة المسلم اليوم ولا يناصروا كما كانوا يدعوا في حرب الخليج أنهم يناصرون القانون الدولي. علم يا إخوة، واضح المأساة. أهل الباطل كما قال سيدنا عمر بن الخطاب، اللهم إني أشكو إليك
جلد الفاجر وضعف التقي. كم واحد منا الآن في مسجد التوبة يأتي برواد للمسجد يستمعون الخطبة؟ يعجز. لقد حاربوني، لقد استهزأوا بي، لقد قاطعوني، ثم يقعد مكوما منهزما لا عزة له ولا كرامة. كم واحد منا اشترى كتب الفقه والدعوة والعقيدة والإسلام ووزعها في البيوت وطرق الأبواب؟ كلنا نركض وراء الدينار، كلنا ننظر إلى الأرض، كلنا نخلد إليها ونغفل عن الآخرة والعياذ بالله. أضرب لك مثال ثاني لأنه موضوع الربا خطير لازم نتناقش فيه بمنتهى الوضوح. آل سعود، إحنا مش بدأنا بحرب الخليج. آل سعود إخوة، لن أرى في حياتي عائلة نجسة حاربت الإسلام كما تقوم هذه العائلة اليوم. وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل نفاقها وأن يجعل لنفاقها نهاية قريبة تكون عبرة لمن يعتبر. أهل سعود يا إخوة، الإيه؟ والله بوظوا لنا الطبخة، خربوا لنا الشغل، صاروا يقولوا أهل السنة أذناب السلاطين. ما في رجال في أهل السنة. الخميني، الشيعة، الثورة العالمية، تحدي الشيطان الأكبر. وارتبط نظام آل سعود بأهل السنة والجماعة خديعة، وغرروا بالعلماء واستدرجوا منهم الفتاوى، واليوم يصرون على مصالحهم. ولو هدمت إسرائيل المسجد الأقصى حجرا حجرا فإنهم يقاتلون من أجل الدنيا ومن أجل المناصب، لا يتراجعون ولا يتنازلون. وحولهم أهل العلم وأهل الدعوة، أنصف مواقف وأنصف فتاوى وأنصف آراء، والأمة تبحث عن قيادة إسلامية صلبة واضحة تقف بآرائها ومبادئها ضد كل نظام باطل اليوم، وتدعوه إلى التبرؤ من الباطل والولاء لأهل الإيمان. آل سعود اليوم يا إخوة، من سميها بالمثل العام، خوش بوش آخر حبايب مع إيران، استيراد وتصدير مع أمس إيران كانوا الشيعة الباطنية الرافضة يضللون أهل السنة والجماعة، اليوم صاروا حبايب عشاق ما شاء الله. غراميات بين وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية الإيراني على حساب الإسلام وقضايا الإسلام. هذه يا إخوة الأمثلة الواقعية التي ندفع ثمنها والتي تبين إصرار الناس على باطلهم. أقول لكم مثال آخر مفيد في مجال الدعوة. واحد من الباحثين المعاصرين اسمه جعفر هادي حسن، بيكتب في الطوائف اليهودية، كتب في مجلة الحياة الأسبوع الماضي سلسلة عن طائفة يهودية اسمها طائفة الحسيديم، نشأت في بلغاريا وهي موجودة في أمريكا اليوم، تعدادها 70,000. هذه الطائفة تؤمن بالحجاب، ما هذه شريعة الإسلام إخوة، الإنجيل حرف والتوراة حرف. طائفة الحسيديم اليهودية تعدادها 70,000 من اليهود المتزمتين، يقول لن نرضى الذوبان في أمريكا، والمسلم في كوبنهاجن بيروح عرس الاختلاط، ونأتي بالراقصة الشرقية هز البطن شكلها عني يا جدع الكلام هذا كله، ويقول لك أنا أعمل إيه؟ العادات والتقاليد. 70,000 يهودي يأمرون النساء بالحجاب، والمسلم اليوم مش راضي يكون رجل، امرأته سافرة وينهزم، ابنته سافرة ويخطأ، أخته سافرة، ويجبن أن يتحدى وأن يأمرها بالعفاف والفضيلة. يا إخوة الرباي الحخام رئيس هذه الطائفة كما كتب الباحث، اقرأوا في الأسبوع الماضي أربع مقالات عن طائفة الحسيدين. الحمامات عندهم، يذهب الحاخام المفتي بتاعهم ليتأكد أن عندهم مسابح للماء لكي تقوم المرأة بالاغتسال بعد الحائض وتطهر. هذه شريعة إبراهيم، حنيفية إبراهيم. النصارى حرفوها، اليهود حرفوها، وبقي من يتمسك بها. انظر يا إخوة في الأفلام عن فلسطين في المستعمرات، تروا اليهود المتعصبين، ما من امرأة إلا وعلى رأسها حجاب، وتنجب 6 من البنين و7 و10. وزير الخارجية السابق عنده 10 أطفال يتكاثروا ويتناسلوا، وامرأة اليوم لا تملك أن تكون كأسماء تدفع ابنها للجهاد
ولا الخنساء التي تحتسب أبناءها عند الله الأربعة وقد استشهدوا في معركة واحدة. طائفة الحاسدين يا إخوة ليس عندهم في الكنس السيناجوج اختلاط بين الرجال والنساء، وعايشين في أمريكا ومش رجعيين تقدميين، والمسلم يستحي إذا جاءه ضيف أن يتكلم معه في الحجاب وفي الاختلاط إلى هذا اليوم. فيا إخواني الأحباء، الربا من أكبر الكبائر عند الله ولا بد من علاجه. وأنا أتذكر في موضوع العلاج كيف نوصل المسألة للأمة لتأتي إلى طريق الطاعة والتقوى والاستقامة. يقال أن امرأة عائلة عندهم طفل مرض، فراحوا للطبيب، الطبيب قال لهم ما في دواء غير نوصف له حبوب، ما نعطي له حقن، هذا الدواء لا يعطى لا حقن إبر ولا يعطى سائل شرب، حبوب فقط. فأخذوا يحتالوا، طب هذا الطفل لا يستطيع أن يبلع الحبوب، نريد أن نوصل العلاج للناس، كيف نوصل العلاج للناس؟ ما هي مهمتنا؟ كيف نؤديها؟ فهذه العائلة الطبيب قال لهم والله أنتم تصرفوا، ابنكم في خطر ولازم يأخذ الحبوب. فالأم فكرت في حين، قالت إن ابني يحب الموز، فجاءت بالموزة وثقبتها ووضعت فيها الحبوب عشان يأكل الموزة. وإيش يأكل معها يا شباب؟ يأكل الحبوب ويحقق الله عز وجل الشفاء. فإذا بالطفل الذي يحب الموز يأخذ الموزة ويأكلها، فتأتي أمه تقول له يا حبيبي هل أكلت الموزة؟ قال نعم يا أمي الحمد لله وهي لذيذة، وقد قمت بإخراج البذر والنوى من داخلها وقمت بإلقائه في البالوعة. يبقى ما استفدنا شيء. هذا واقع الأمة الإسلامية، بنحاول نوصل دواء لكن الناس مش قادرة تبلعه، يبقى لازم نبلعه، نقبض على الواحد ونبلعه، نسمع الفتاوى، ناخذ له الشريط رغما عنه. إخواني الأحباء، عند أهل الفقه والفتوى أولا ينظر إلى الذنب أو المعصية، هل هو كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر؟ الربا يا إخوة من أكبر الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذا في الفتوى إخوة قد نتساهل في أمور الصغائر والفرعية، لكن لا نتساهل بالكبائر. الكبائر كما ذكرت لكم كالسرطان والأمراض المعدية المميتة، ليس فيها تسامح ولا تساهل أبدا. رقم اثنين، العلماء ينظرون إلى قضية الذنب الأصلي والذنب الفرعي. عرضت كنت في مجلس مجموعة من العلماء وعرضت عليهم قضية، رجل كان يعمل في تهريب المخدرات، الهروين، الكوكايين، الحشيش والمصائب السوداء والعياذ بالله، وأثرى ثراء فاحشا، فيلا، سيارات، أرصدة في البنوك، ثم أصيب بمرض فتاب إلى الله. فاستفتى العلماء ماذا أصنع بهذا المال؟ إيش رأيكم يا إخوة؟ في فرق بين قضيتين، رجل أصل ماله من حرام مطلقا، مقامرة أصله من حرام، سرقة أصله من حرام، تهريب أصله من حرام، ورجل اختلط ماله أثناء التجارة والاستثمار بنوع من أنواع الحرام، هذه قضية وهذه قضية.